احنا صياغه عملنا بالنسبه للغسل الزوالي عندنا ضمن منهاج وضمن خطه احنا تابعين بها للحرم. احنا عندنا اليه، احنا مجموعه عندنا اليه لمتابعه الزوالي. احنا تقريبا ما عدا الحالات يعني الزوالي النجسه هاي منهاجها واحد. كذلك تعرف احنا تتوافد لنا الاف الزائرين يوميا، فهاي الزوليه لازم تكون معطره نظيفه مرتبه ضمن سياق عمل. فتجي للغسل يعني من الحرام اذا يصير بها اي شوائب او اي اتربه او اي وساخ تجي للغسيل، وبعدين من ناحيه الغسيل تروح الى للمشرات يعني، وتجي من المشرات الى خزنها. احنا عندنا يعني هناك احتياط خالين داخل المخزن مال الحرم الشريف، نفرش كشي جاهز ونخلي الحالات الطارئه اذا تنكست الزوليه او توسخت عندنا احنا احتياط خالين في الاروقه والجامع. وكذلك ناحيه التعطير داخل الحرام يعني كشي كامل.